أزمة اختطاف المجندين السبعة بين التفاوض والحل العسكري، وهموم الفلاحين مع علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. هنا العاصمة مع لميس الحديدي. مساء الخير وأهلا بيكم، حلقة جديدة وأسبوع جديد وهنا العاصمة. النهاردة في النصف الثاني من هذه الحلقة هنفرده لمشاكل الفلاحين مرة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس البنك هيكون ضيفنا الأستاذ علاء سماحة. كل الناس اللي عندها مشاكل في قروض كان المفروض ديون كان المفروض أنها تتشال أو تتحذف، كل من لديه مشكلة مع بنك التنمية والائتمان الزراعي ممكن يبعت لنا رسالة على 9 2 2 3 7 أو يخش معنا على التليفون. هنستقبل مكالماتكم مع الأستاذ علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة وإحنا بنتكلم على زيادة رقعة زراعة القمح وموسم الحصاد والقمح الليلة ليلة عيده زي ما الدكتور مرسي كان بيقول، وطبعا دي غنوة عبد الوهاب. لكن الموضوع الأهم دلوقتي بالنسبة لنا واللي هنفرده فقرة الأخبار كلها هي الأزمة، استمرار أزمة اختطاف الجنود السبعة والتي ما زالت حائرة ما بين التفاوض وما بين الحل العسكري. في أنباء متناثرة أن التفاوض بيصل إلى يعني طرق مسدودة، وأن المطروح دلوقتي هو الحل العسكري، وظهرت تصريحات لمصادر يعني عسكرية تتحدث على أن الخيارات جميعها مفتوحة. والحقيقة ان احنا في وضع معقد جدا، وأزمة سيناء دايما أزمة متشابكة ومعقدة، إلا انها دايما بتطرح قدامنا السؤال الأهم عن أولويات الأمن القومي المصري. احنا عمالين نتخانق رئاسة وجيش، عمالين نتخانق فصائل سياسية، بينما لدينا عدو حقيقي، عدو حقيقي لنا جميعا على الجانب الشرقي احنا مش شايفينه، ولدينا عدو حقيقي أيضا موجود داخل سيناء في جماعات جهادية إحنا مش شايفينها وما بنشوفهاش وبنفكرش إنها موجودة إلا عندما تقع حادثة مروعة، إما وهنحتفل يعني مش هنحتفل ولكن ذكراها السنوية قريبة جدا، مقتل جنودنا الـ15 في رفح وده كان في أغسطس الماضي، أو حوادث أخرى كثيرة. يعني إحنا رصدنا تقريبا في خلال عهد الدكتور مرسي حوادث الإرهاب تقريبا حوالي 11 حادثة إرهاب أودت بعدد من الضباط والقيادات الأمنية والمجندين، 11 حادث إرهابي في منذ تولي الدكتور مرسي الرئاسة. ده مش معناه ان قبل كده ما كانش في حوادث إرهابية، الحقيقة ان هذه الحوادث الإرهابية بدأت بشكل مكثف بعد الثورة مع يعني تراخي المجلس العسكري. ايضا الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، ان كان هناك تراخي في المجلس من المجلس العسكري سواء من السلاح اللي كان بيتهرب من الحدود الليبية او من الحدود السودانية وكان بيذهب الى سيناء، او بيتم طبعا تهريبه عبر الانفاق الى غزة، او الناس اللي كانت بتجيلنا عبر الانفاق والافكار اللي بتجيلنا عبر الانفاق، وأيضا التراخي في عودة كثيرين من كانوا جهاديين في أفغانستان وفي باكستان امتلأت بهم الطائرات بعد الثورة، وتراخى المجلس العسكري واعتبر أن عودتهم لمصر طبيعي. إحنا في موقف معقد ليه؟ لأن المشتبه بهم في هذه الحادثة هم من يعني طبقا للمصادر والمعلومات اللي عندنا هم من عائلات سيناوية معروفة، عائلات سيناوية معروفة. صحيح ان شباب هذه العائلات يختلف عن شيوخها، شيوخها لهم علاقات جيدة جدا بالقيادات العسكرية ولهم علاقات جيدة جدا بالجيش طوال السنوات الطويلة الماضية، لكن شباب هذه العائلات تأثر بشكل كبير بالأفكار الجهادية اللي جات لنا عبر الأنفاق، تأثر بشكل كبير بالسلاح اللي يعني أغدق على هذه المنطقة زي ما قلت لكم، جاء من ليبيا وجاء من السودان، وفي النهاية في سلاح كبير كتير جدا بكميات ضخمة ونوعيات كثيرة ومتنوعة متمركز داخل شبه جزيرة سيناء. هؤلاء الشباب
لديهم منطق ممكن يكون غريب شوية، لكنه منطقهم ولازم نسمع ونفهم بيفكروا ازاي. هؤلاء بيفكروا الله، طب ما الرئيس مرسي أفرج عن ناس كتيرة كانت متهمة بل وكانت يعني محكوم عليها في قضايا جنائية وفي قضايا سياسية وفي قضايا أخرى، ده أفرج عن عشرات، ده مش 17 بس، ده في مرة 17 ومرة 110 ومرة مش عارف ما خدوا عفو رئاسي. وش معنى احنا؟ وش معنى ولادنا؟ وش معنى اخواتنا؟ الله، طب ما الدكتور مرسي نفسه كان مسجون هو وزملائه من الإخوان المسلمين وزملائهم أيضا من حزب الله وزملائهم أيضا من حماس في سجون الثورة، وجات ناس وطلعتهم أيا كانت الناس دي بقى، من حماس، الناس دي من سينا، الناس دي من أي أم يعني طلعوهم. وش معنى احنا؟ وش معنى احنا؟ الناس دي بتفكر كده، الناس دي بتفكر أن الدكتور مرسي بنفسه قد أفرج وقد عفى عن قيادات جهادية كثيرة، وهذه الجهادات كانت متورطة بمثل تورط هؤلاء الذين حكم عليهم في قضايا والمتهمين في قضايا قسم تاني عريش. يقول لك وش معنى أولادنا؟ وش معنى أخواتنا؟ هو إحنا أخواتنا أقل من دول؟ وبهذا المنطلق بصراحة يا دكتور مرسي اللي حضر العفريت يصرفه، هو انت وانت بتحضر العفريت وعمال تفرج عن الناس ومعامله لطيفه وعمال تقول في 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 بيانات ان السيد الرئيس بدا يعني يوجه باستمرار بذل جهد الافراج عن الجنود المختطفين والحفظ على او المحافظه على ارواح الجميع سواء المختطفين والخاطفين، ايه الرساله اللي انت بتديها؟ المختطفين والخاطفين يعني كله مع بعض، كلهم زي بعض. هنا عندنا مشكله الحقيقه، وضع شديد التعقيد، أن هؤلاء من عائلات سينوية معروفة، عائلات سينوية مهمة، عائلات سينوية كبيرة، وبالتالي في مشكلة في عملية عسكرية حاسمة بصراحة. يعني بصراحة كده في مشكلة أن عملية عسكرية حاسمة هتؤدي لمقتل ناس كتير جدا، لكن أنت مش لازم تدي إشارات بالشكل ده حتى لو كنت ناوي تتفاوض. الإشارات لا تكون بهذا الشكل. ده أول جزء. الجزء التاني اللي محدش مهتم بيه، اولا طبعا لو الجيش اتدخل بعمليه عسكريه بالتاكيد مش بقى كل شويه العمل الجيش رايح الجيش داخل شوفوا المدرعات، عمليه عسكريه هتكون عمليات الخاصه هتخش تخلصها وتمشي في جنح الليل يعني. الجزء الثاني اللي محدش مهتم بيه هو العدو الحقيقي، العدو الحقيقي على الجانب الشرقي اسرائيل. كل عمليه صغيره، كل هجوم على خط غاز طنشنا عليه من ايام المجلس العسكري، كل ضرب الخط الغاز ده اللي اتضرب 38 مرة ولا 48 مرة، كل اعتداء على قسم شرطة، كل اعتداء على عملية زي دي فيها خطف وما إلى ذلك، تستغلها إسرائيل في الأمم المتحدة في ملف يتم إعداده بشكل جيد جدا لمجموعة من الأشياء. واحد، زيادة مساحة منطقة قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة أو القوات الدولية. اتنين، بدل ما احنا يكون عندنا الاستباق ونطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد ونطالب بتواجد اكبر لقواتنا المسلحة ونطالب بتواجد اكبر للقوات الشرطية والقوات الامنية المصرية، هم اللي عايزين يزودوا المساحة معزولة القوات اللي موجود فيها قوات الامن الدولية، هم اللي عايزين يقولوا ان سيناء اصبحت بيسموها ايه لولس، هذا هو التعبير المستخدم في كل وكالات الانباء الأجنبية، لولس أي منطقة بلا قانون، منطقة خارج القانون. اللفظ ده ما بقاش موجود بس في الصحافة الإسرائيلية، أصبح موجود بشكل أساسي في الصحافة الأمريكية. إذن هذا المبدأ وهذا اللفظ وهذا التوصيف يتم تصديره بشكل أساسي للمجتمع الدولي، أن هذه المنطقة أصبحت منطقة إرهاب، دي تورا بورا جديدة، خلي بالكو. إذن لما تطلب إسرائيل إنها تزود قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة، لما تطلب إسرائيل تواجد أكتر لقواتها على الجانب الشرقي من الحدود، لما تطلب إسرائيل إمكانات أكتر، لما تطلب إسرائيل إنها تتدخل، ما هي دخلت قبل كده، مش دخلت بطائرة بلا طيار وضربت ومشيت؟ إسرائيل بتقول لك أنا اللي بخلص، حتى قاتلي جنودنا في رفح هي اللي قتلتهم. لما تثبت إسرائيل في كل نقطة أنها الأقدر وأنها الأكفأ وأن هي اللي تقدر توفر الأمن وأن هذه المنطقة خارج إطار الأمن المصري، إحنا هنا عندنا مشكلة.
احنا هنا عندنا مشكله كوطن، نحاول نخلص بقى من الخناقه اللي عماله تتصدر لنا بين الرئاسه والجيش. ممكن يبقى في خناقه بين الرئاسه والجيش، لا استدعينا الفريق السيسي، لا الفريق السيسي ما راحش، لا ما استدعيناهوش. احنا عايزين نركز اولويات الامن القومي المصري، ازاي القوات المسلحه هتخرج من هذا، من هذه المشكله اللي الخوف كمان انه ده يكون فخ. ليه ما بنفكرش ان ده ممكن يكون فخ، فخ لادراج او لايقاع القوات المسلحه في مستنقع ما تقدرش تخرج منه، في خلاف دموي مع القبائل السيناويه، يبتدي يفكروا ان هم ياخدوا طار، ويبتدي بدل ما القبائل دي ظهير سياسي وظهير موجود بالنسبه لنا، يبقى في مشكله بين الجيش وبين هذه القبائل. صحيح كان دايما في مشكله بين هذه القبائل وبين الامن القومي، الامن الوطني، امن الدوله. هكذا كان يحكم حبيب العدل هذه المنطقه بالقمع وبامن الدوله. اسرائيل قضيه مهمه جدا، ولو احنا ما بنبصش لبعد امني ابعد من رجلينا، ابعد من الخناقه اللي ما بين الاتحاديه وبين الدفاع، يبقى عندنا مشكله، يبقى احنا ما نفكرش صح. في النهايه هذه القضيه يجب ان تنتهي. بدات بالتفاوض، البعض قال لك لا تفاوض مع الخاطفين ولا تفاوض مع ارهابيين. في النهايه الدكتور مرسي، انا ما اعرفش مين اللي بتفاوض، الدكتور مرسي بيبعت ناسه ولا الـ 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 الجيش هو اللي بيبعت ناسه. في النهاية التفاوض له نهاية، تنتهي بعد ذلك بعملية عسكرية، والشباب دول لازم يفرج عنهم، يعني حماية لكرامة الجيش وكرامة الوطن. ورئاسة بعدين بقى نبقى نشوف الموضوع ده، لكن كرامة وطن، احنا بندور على كرامة وطن وكرامة أمة. مش هنقدر نسكت كتير، ولسه دم شبابنا رفح يا سيادة الفريق ما بريتش. الكلام اللي حضرتك قلته من يومين انه احنا ما عندناش معلومات ولو عرفناهم لقتلناهم، ما اعتقدش انه اشفى غليل حد. اعتقد انك لازم تعرف ولازم تكون عارف، والجيش لازم يكون عارف مين اللي قتل شبابنا في رفح. في مخابرات حربية، في مخابرات عامة، في امن دولة، تلت اجهزة. ما تقوليش ان التلت اجهزة ما يعرفوش حاجة، اكيد في جهاز عارف حاجة واكيد عندنا معلومات. الصمت على المعلومات قاتل، والصمت على المعلومات والطار اللي ما اتخدش وقتها هو ده اللي ادى للنتيجه اللي احنا فيها. مش دايما لعب السياسه بيبقى صح، مش دايما لعب السياسه بينقذ وطن. في النهايه نحن امام عمليه شديده التعقيد، علاقات مع قبائل سيناويه مهمه جدا، شباب خلاص تم يعني تشبعه بافكار جهاديه. ناس بتقول لك واحنا ذنبنا ايه؟ احنا يفرج عنهم كما افرج عن مرسي وكما افرج مرسي عن ذويه وعن اهله وعشيرته. اشمعنى احنا؟ هو احنا مش من اهله وعشيرته؟ والوضع في اسرائيل. دي المحددات الاربعه اللي لازم نفكر فيها، ونفكر اولا بالمشقلب، الوضع في اسرائيل، الامن القومي المصري، ثم تاتي باقي هذه المحددات. خلونا نعرف بقية التفاصيل من ناس على الأرض. زميلنا مصطفى سنجر، مدير مكتب الشروق في شمال سيناء. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا فندم. آخر الأخبار على الأرض. على الأرض، والخبر الأهم قد يكون هو الذي تنتظره جميع وسائل الإعلام وتحاول التمهيد له منذ صباح اليوم، أن هناك تحركات أرضية على الأرض للقوات الأمنية. هذا ما لم نرصده نهائيا في أي جزء من محافظة شمال سيناء، حيث لم تصل أي قوات خاصة أو قوات عادية إلى المحافظة خلال الساعات الماضية. أنا كما علمت من مصادري، في مصادر أهلية ومصادر أمنية، أن الجميع يتفق على إعطاء المفاوضات الفرصة الأكبر حتى واستنفاذ جميع الحلول للوصول لاتفاق يقضي بإفراج عن الجنود. هذا لسان حال جميع القوى بما فيها القوى الأمنية في شمال سيناء والتنفيذية، حيث عقدت اجتماعات في المحافظة سواء في ديوان عام المحافظة أو في إحدى الاستراحات حضرها قادة أمنيون ورموز سلفية لمحاولة استنفارهم لحث جهودهم أو شحذ جهودهم للوصول إلى الخاطفين والتفاهم معهم باتفاق يقضي بالإفراج عن الجنود. وهذه تعليمات رئاسة الجمهورية كما صرح محافظ شمال سيناء اليوم. يعني المفاوضات دي معلش يا مصطفى، المفاوضات دي اتفاق ما بين رئاسة الجمهورية وبين القوات المسلحة.
ولا دي معلومة ولا دي طلب من رئاسة الجمهورية؟ يعني أيهما طالب بالتفاوض؟ الأجهزة الأمنية تقوم بالتفاوض عبر وسطاء يتبعونها من أو من لها نفوذ عليهم في جميع الطيارات. رئاسة الجمهورية كما أعلن المحافظ شخصيا اليوم خلال جولته بالعريش أن السيد الرئيس اتصل به وطالبه ببذل أقصى الجهود للوصول إلى الجنود دون إراقة دماء وأن يكونوا سالمين أو أن يعودوا سالمين، وهذا مؤشر يعطي الحل السلمي أو حل المفاوضات الأولوية للعمل على الأرض. هذا ما دعا المحافظ إلى عقد اجتماع مع رموز سلفية في استراحته الشخصية في محافظة شمال سيناء. ماذا قال هؤلاء الرموز يا مصطفى؟ يعني هم بيقولوا إيه؟ كما علمت أن كثيرا منهم غابوا واعتذروا عن اللقاء الذي عقد في الاستراحة لأسباب مختلفة حسب ما قال المصدر، وربما هم استشعروا بحرج الموقف أو تشدد الخاطفين في مطلبهم بالإفراج عن سجناء، فوجدوا نفسهم في موقف حرج، خاصة وأن التلويح بورقة أن الذين يمضون فترة عقوبتهم في السجون هم ضحايا ظلم وهم تعرضوا للتعذيب، فأصبح الأمر محرج لهم، خاصة وأنهم في أسرة واحدة أو تيار واحد. وأيضا وهو محرج للرئاسة لأنه في الآخر أو في الأول والأخير هم عشيرة واحدة لها ثوابت ومنطلقات واحدة. مصطفى، هل أيضا من المحرج بالنسبة لهم أن يعني الأنباء التي ترددت أن هؤلاء الخاطفين من قبائل يعني سيناوية معروفة، وبالتالي بيبقى صعب أنه حد يتدخل بينهم ولا إيه؟ لا، نفس الوازع القبلي ليس هو المحرك لهذا الحدث. تحدثنا هناك وازع ديني مشترك، ايديولوجي مشترك، قد يشارك فيه اكثر من فرد من اكثر من قبيله، جمعهم الوازع او الايديولوجي الواحد وليس الانتماء التصنيف القبلي. الايديولوجي بمعنى الايديولوجي تقصد به انها جماعات مثلا تنتمي للتشدد اكثر، تنتمي لتيارات دينيه السلفيه الجهاديه او تيارات دينيه متشدده بتصنيفات التشدد عند تلك التنظيمات. طيب، ما زال المعبر مغلق من الجنود المصريين الموجودين؟ نعم، هناك قضية أخرى وهي قضية المعبر وتزايد عدد العالقين الفلسطينيين، حيث أصر الجنود المطربين على إغلاق معبر رفح، رفعوا شعارات عدة على البوابة، ضموا وسطهم أم أو والدة أحد الجنود المختطفين من محافظة الشرقية، حيث قالت أنا أبيت بين الجنود أو مع الجنود هنا منذ الأمس، لم يستقبلنا أحد بالشكل اللائق، استقبلنا الجنود فقط. هذا حال أسرة أخرى وجدناها أمام مديرية أمن شمال سيناء في الشارع في الهواء الطلق تنتظر لقاء مسؤول لم يحضر إلى مديرية الأمن على أمل أن تسمع كلمة تطمئنهم بخصوص الأبناء المختطفين. الجنود عند معبر رفح رفضوا التواصل الجدي مع أي قيادة أمنية وصلت إليهم، حتى أن أحد القيادات الأمنية وصلت داخل مدرعة فهتفوا، يعني مما يفيد أنه حضر في مدرعة وهم يدفعون الثمن ويدفعون ثمن الصراعات السياسية دائما وهم كبش الفداء دائما، فكان مسار احتجاج كبير لهم عند معبر رفح الذي لا يزال مغلق. مصطفى، لما بيخرج نبأ سمعنا أنباء أن هؤلاء المختطفين موجودين وسط الكتلة السكانية في رفح، هل رفح فيها كتلة سكانية كبيرة أم أنها مجموعة منازل قليلة العدد؟ يعني رفح بقت قد إيه تقريبا الكتلة السكانية فيها؟ رفح مدينة تتآكل بأفعال أثار كثيرة من ضمنها الأنفاق، الكتلة السكانية في رفح محصورة يعني بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بقية المركز وإن كان جغرافيا كبير نسبيا إلا أنه لا توجد فيه كتلة سكانية متراصة كما في المدن الأخرى، إلا في شريط صغير في داخل مدينة رفح ذاتها في مناطق صلاح الدين وما حولها. أشكرك مصطفى سنجر مدير مكتب الشروق في شمال سيناء. معي على الهاتف أيضا سيادة اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيادة اللواء، هل هناك تطورات من على الجانب العسكري؟ لا، هو لا تزال بعض وحدات الجيش الثاني موجودة في سيناء تم دفعها صباح اليوم وحتى المغرب في انتظار تعليمات سيادية أولا
إلى القوات المسلحة بالبدء في العملية إذا ما رؤية ذلك. إنما في القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي عملية عندما تعطى الأوامر يعني. البعض يرى أن فكرة التفاوض دي خيانة، إزاي تتفاوض مع خاطفين، إزاي تتفاوض مع يعني مش عايز أقول إرهابيين، ولكن إزاي تتفاوض مع ناس بيهددوك بأنك لو ما طلعتش دول هقتل، يعني إزاي تتفاوض مع ناس زي دي؟ اشرح لي المنطق لو سمحت. وأولا يعني أنهم يستهدفوا أفراد قوات مسلحة وأفراد شرطة صحيح، وواحد طرد واحد من قوات المسلحة وستة من الشرطة، ولكن كون أن هم إيدهم تطول على هؤلاء الشرفاء العسكريين من الجانبين الداخلية والقوات المسلحة، هذه في حد ذاتها جناية يعني. ده في حد ذاتها دول أنا بستغرب يعني، هل يمكن أوصفهم بمصريين ولا لا؟ الشيء الآخر وهو الهام، أن هناك بالفعل قضية حكم على متهمين بالإعدام سواء كانوا داخل السجن او هاربين، وقتلوا ضباط وجنود من قسم ثاني العريش، وبالتالي هؤلاء متهمين، ثبت بالدليل القاطع لمحكمه الجنايات هذا بدليل انهم حكموا عليهم هذه الاحكام المشدده. اذا كيف يمكن التفاوض على اخلاء سبيلهم؟ هذا يجيء في اطار الهزل والهزار والشيء الغير منطقي، ان الدوله حتى يعني يمكن لها ان تفكر، مش تتفاوض في الافراج، تفكر في الافراج. بس يا سياده اللواء، المعلومات اللي حتى قالها لنا مراسل الشروق منذ قليل ان القوات يعني القوات الامنيه او القوات العسكريه هناك لها طبعا اذرع هي التي بتتفاوض، يعني ان البعض مش عايز، ان الجيش مش عايز يتورط في مستنقع دم، لانه لو دخل انت عارف فيها دم كتير. لا هو الجيش مش عاوز، الجيش جزء منضبط يستطيع ان هو يقوم بالمهمه وتنفيذ المهمه في اي وقت اذا ما اعطيت له التعليمات بذلك. ولكن انا شايف ان التعليمات حتى يعني مساء اليوم عندما اتصل الدكتور مرسي بمحافظ شمال سيناء قال له اتخذوا الاجراءات ما عدا حقنا للدماء، ما عدا الدماء. طبعا الجيش الضربات اللي راحت دي وقوات الصاعقه اللي راحت، القوات الخاصه معها سلاح مش بيضرب لا بونبوني ولا شوكولاته، يعني ده سلاح بيضرب ذخيره. وبالتالي القوات المسلحه لا تعمل الا بذخائر وباسلحه، هذه الاسلحه بتصيب يا تقتل يا تجرح. فمش عارف يعني كيف يمكن ان احنا نرسل بهذه القوات وبعدين نقول ما فيش حقن للدماء وان ارواح الخاطفين والمخطوفين تهم الدوله. قريت ازاي البيان ده يا سياده اللواء؟ والله الحقيقه انا هقول لك ردود افعال العالم، يعني انا اتصلوا بيا صحف عالميه باسماء كبيره جدا سواء كانت في امريكا او في اوروبا، وايضا مراسلين في مصر لوكاله انباء عالميه الى اخره، والكل حقيقه بيستغرب جدا كيف يمكن لدوله بحجم مصر، وده على فكره سابقه لم تحدث من قبل، ان مفيش دوله خطف لها ناس، وقالت تصريح من مؤسسه الرئاسه يقول ان احنا بنحافظ على ارواح الخاطفين والمخطوفين، يعني الخاطفين قبل المخطوفين. الحقيقه ده اثار الكثير من التساؤلات على مستوى العالم، انا مش بتكلم على مستوى مصر. يمكن التصريح اللي قال اليوم بعد محادثه الدكتور مرسي مع محافظه شمال سيناء ما قالش بقى الحفاظ على ارواح الخاطفين والمخطوفين، ولكن قال احنا مش عايزين دماء، الدماء دي من كل الخاطفين، وهو الدماء دي تبقى اساسا خاطفين. طب يعني ازاي عايزين نخلص العمليه بس مش عايزين دم؟ ما انا مش فاهمه بصراحه. ما هو انا بقول لحضرتك يعني انا على حد علمي ان الاسلحه اللي موجوده لدى القوات المسلحه تطلق نيران ولا تطلق شوكولاتات ولا بونبوني، يعني وبالتالي يبقى ما فيش داعي بقى نبعتهم الاول، كان من الضروري بقى ان احنا نعطي تعليمات للقوات المسلحه ما تروحوش هناك، لان الناس دي ما بتعرفش غير الدماء، يعني الجيش ما بيعمل لو ضرب هيبقى في دماء بالتاكيد يعني. طيب انا بستغرب الحكم. هل مصر يعني قانونا وطبقا لاتفاقيه كام ديفيد تحتاج لموافقات اسرائيليه للذهاب بالقوات الخاصه لاجراء هذه العمليه؟ يعني هل هذه العمليه والتدخل سواء بقوات خاصه او بغير قوات خاصه محتاج لموافقات؟ مش موافقات، هو اختار اذا كان عدد القوات اللي موجود في المناطق ب و ج، احنا بنتكلم دلوقتي على منطقه ج تحديدا. مظبوط. اذا كانت عدد القوات اللي فيها هو المنصوص عليه في الاتفاقيه فيجب اختار الجانب الاخر، احنا يعني اختار فقط ولا ننتظر الى الرد او الموافقه يعني. بصراحه هذه العمليه هل هي تحرج القوات المسلحه مره اخرى بعد احداث رفح منذ قرابه عام من 10 اشهر من اغسطس التي لم نعرف حتى هذه اللحظه من قتل جنودنا في رمضان؟ لا على الاطلاق، انا مش شايف فيها اي احراج، لان هو ده جندي واحد او عريف من القوات المسلحه. لا ما هو في النهايه كلهم جنودنا يعني سواء من الشرطه. لا كلام اصل رفح كانت اللي اتقتل فيها جنود قوات مسلحه مش شرطه. نعم. وبالتالي انا بقارن دي بدي يعني، لكن بالنسبه لمقارنه رفح بيها
مش مقدرش اقارنها بيها قوي، لسبب بسيط ان دول كانوا في عمليه قاعدين في وحدتهم، انما هذا الفرد اللي هو من القوات المسلحه ومعه الستة الاخرين من الشرطه كانوا راجعين من اجازه ومعهمش لا سلاح ولا واقفين في شغلهم ولا في دوريه ولا في اي حاجه، راكبين تاكسي صحيحين، منهم جزء لابس مدني وجزء لابس عسكري. سياده اللواء، توقعاتك هتنتهي القصه دي ازاي؟ والله انا شايف طالما الجيش الثاني بعت قوات فيبدو ان الاتصالات اللي بتتم عن طريق الشيوخ وبعض العناصر الاسلام السياسي الاخرى الموجوده في سيناء او التي دفعت من القاهره بواسطه بعض التيارات الاسلاميه السياسيه، اعتقد انها لم تصل الى حل، بدليل ان قوات الجيش الثاني صدر لها تعليمات بدفع هذه القوات. لو كانت الامور ماشيه في اتجاه حل سلمي ما اعتقدش كان يمكن دفع هذه القوات. توقعاتك العسكريه بقى ان هذا الامر سينتهي بعمليه عسكريه. انا مش متفائل من ناحيه الحل السلمي بالشواهد اللي قدامي حاليا، الا لو حدث بقى حدث كبير بكره، شيء اخر، حد تدخل ما اعرفش منين واقنع الناس دي، لكن بالشكل العام حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي الامور لا تسير في اتجاه الافراج السلمي عن المختطفين. بشكرك سياده اللواء سامح سيفي اليزر، رئيس مركز الجمهوريه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ومع الهاتف ايضا سياده سفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه. سياده سفير، مساء الخير يا فندم. يا مساء النور. اخر التطورات من جانبكم، اعتقد دكتور مرسي عقد لقاءات النهارده لمتابعه هذا الموقف. بالفعل سيد الرئيس، النهارده عقد اجتماع مع وزير الدفاع ووزير الداخليه ورئيس المخابرات العامه، كان ده ارتباط بعملية الاختطاف وكيفية تسريع وتيرة الجهود المبذولة بحيث يتم الإفراج عنه. احنا بنتكلم في أي إطار يا سيادة سفير؟ في إطار مفاوضات أم في إطار عملية عسكرية؟ لا، خليني أقول لحضرتك إن كل الخيارات مفتوحة وكل البدائل مطروحة. فبالتالي أي خيار سيتم من خلاله الإفراج عن المختطفين سيتم طبعا تنفيذه. هل الرئاسة لديها مندوب يقوم بالتفاوض؟ يعني عماد عبد الغفور، دكتور عماد عبد الغفور نفى أن يكون أن هو مبعوث من الرئاسة، ونفى أيضا أن هو سيتفاوض في هذا الأمر. هل الرئاسة لديها من يفاوض أو مين اللي بيتفاوض بالضبط؟ لا حضرتك، الرئاسة لم تفاوض أحد، عشان بس أكون صريح مع حضرتك واضح، ما فيش تفويض من قبل مؤسسة الرئاسة لأي جهة أو لأي طرف بالتفاوض. هل طلبت خليني تفضل. خليني بس اشرح لحضرتك يعني حاجات او نقاط مهمه تفضل. احب ان انا اوضحها للراي العام. اول حاجه ان ما فيش تباين في مواقف الرئاسه والدفاع والداخليه والمخابرات. ان احنا ملاحظين في الفتره النهارده بالذات انه معلومات عماله تتواتر بشكل متسارع، انه في تباين او في اختلاف في مواقف او في الرؤى ما بين الجهات المختلفه، وده مش حقيقي وغير صحيح. الحاجة الثانية انه هنا بنطالب ان الاعلام، هذه قضية حساسة وبالغة الحساسية، فاحنا بنطالب وسائل الاعلام جميعها بان هو يتحرى الدقة، وما فيش داعي لعملية انه مصادر مجهلة ذكرت وانه مصادر مطلعة ذكرت، هذا الامر حساس وبالغ الحساسية، وبالتالي لابد من تحرى الدقة، والرئاسة لا تبخل بمعلومات في هذا الشأن. في بيان صدر يوم الخميس، وفي بيان صدر او على وشك ان هو صدور، على وشك الصدور النهاردة بخصوص الاجتماع اللي استضافه السيد الرئيس وعقده مع الوزراء المعنيين. طيب ما هو مضمون هذا البيان يا سيادة سفير؟ هو يعني بصدد صدور او مؤسسه الرئاسه بصدد اصدار هذا البيان بناكد فيه انه على تطورات الوضع بالنسبه للجنود المختطفين، الجهود التي تستهدف سرعه الافراج عنهم، ايه الاستعدادات اللي تم الاتفاق عليها، كل هذه. طب ما خليني بقى اسال حضرتك بما ان حضرتك على الهواء عشان ما نلجاش لمصادر مجهله، ايه هي الجهود للافراج عنهم يا سيد سفير؟ زي ما بقول لحضرتك، الجهود المبذوله حاليا انه بعد طبعا الموضوع ده دلوقتي من يوم الخميس حتى هذه اللحظه ما فيش تطور في اتجاه ان هو يتم الافراج عنهم، ومن ثم ان الخيارات او البدائل المتاحه لمؤسسه الرئاسه وللاجهزه المعنيه هي البدائل المختلفه، اي بديل غير مستبعد، بما فيهم ان ممكن يكون هناك عمل عسكري. طيب محافظ، حضرتك بتقول لي انه الرئاسه لا تتفاوض ولم تعطي اي اوامر بالتفاوض، دقيق هل دقيق الكلام ده؟
دقيق للغاية. طيب النهاردة في زميلنا مدير مكتب الشروق في شمال سيناء قال لنا أن محافظ شمال سيناء قال أن الرئيس اتصل به، وأرجو تصلح لي المعلومة لأن أنا مش نقلها عن المراسل ومراسل نقلها عن المحافظ، أن الرئيس اتصل بمحافظ شمال سيناء وطلب منه التفاوض واستمرار التفاوض، وبناء على ذلك قام المحافظ بجمع شيوخ الشيوخ السيناويين أو عدد من شيوخ القبائل لمحاولة دفع عملية التفاوض. ما هي دقة هذه المعلومات وما الصحة فيها؟ لا خليني هنا بس أفرق ما بين حاجتين. كون أن السيد الرئيس يتصل بالمحافظ ده مش معناه أنه هو فوضه. المحافظ ده من اختصاصاته ومن عمله ومن أصيل عمله، وخاصة في هذا الموضوع أنه يتابع هذا الأمر وأن الرئيس يتابعه معه، فبالتالي لم يحدث تفويض بمعنى الحرف لكلمة تفويض. إذا في حالة إذا حضرتك تشيري لهذه المكالمة ده إجراء واتصال لابد أن يتم، ولابد أن يكون المحافظ في هذا الاتجاه بتنسيق مع الرئيس ومؤسسة الرئاسة، لابد أنه يكون بتابع هذا الأمر، فده ما اعتبروش أنا تفويض. ما اتحدث عنه ان يكون في تصويت بالفعل حدث وبشكل مباشر من السيد الرئيس لشخصيه بعينها او لحزب معين او لتيار معين او خلافه، ده لا اسميه تصويت وده لم يحدث، وهو اكد عليه مره اخرى. طب بس كون الشروق نقلته او اي جريده اخرى تنقل عن مثل هذا الاتصال، فانا بشوف هنا ان التوصيف غير دقيق. طب معلش انا عايز التوصيف الدقيق مع حضرتك، لما الرئيس يتصل بالمحافظ ويكلمه عن انه طبقا لما قاله المحافظ ان يستمر في عمليه المفاوضات. انا بقول لحضرتك دي متابعه، في ناس في تيارات. ايوه بس ما هو ده طلب، ما هو لما الرئيس يتكلم حد ويطلب منه التفاوض ده طلب بالتفاوض يا فندم. انا هختلف مع حضرتك في هذا التوصيف. يعني رؤيتنا ورؤية مؤسسة الرئاسة دي متابعة وليس تفويضة. وبعدين حضرتك اللي ما يتردد ان الرئيس رفض وان يتم تحجيم من المؤسسة العسكرية وتقيم بدورها، هذا غير صحيح، وده سبب مداخلتي. بقول لحضرتك وبؤكد تاني كافة الخيارات وكافة البدائل مطروحة. اوكي انا مع حضرتك، بس معلش انا هرجع لمتابعة وليس تفويض. عفوا يا فندم، لما الرئيس يتصل بمحافظ ويقول له تابع المفاوضات او تفاوض او ما الى ذلك، هذا طلب من رئيس الجمهورية لمحافظ شمال سيناء ان يتفاوض. الراجل مش هيعمل ده من تلقاء نفسه. فبعد اذن حضرتك ممكن ما يقولش كلمه تفويض. معلش انا مضطر يعني برضك خلينا ما نوقفش عند لا دي كلمه مهمه، لان حضرتك قلت لي ان الرئاسه لا تتفاوض مع احد، ولكن الرئاسه طلبت اخرين ان يتفاوضوا مع الخاطفين. رئاسه الجمهوريه زي ما حضرتك تردد انه الدكتور عماد عبد الغفور الرئاسه فوضته، والدكتور عماد عبد الغفور طلع في الاخر وقال لم تفاوضني ولم يحدث ان انا تم تفويضي او تم تكليفي من قبل الرئاسه. انا بقول لحضرتك المثال اللي حضرتك ذكرتيه ده انا بحطه في اطار المتابعه، كون ان السيد الرئيس بيتصل بفلان بيتصل بحد قال له ايه؟ قال له ايه يا سياده سفير؟ طلب منه ايه؟ طلب منه ان هو متابعه الامر، متابعه التفاوض من وزاره الدفاع، التفاوض بيطلب من وزير الدفاع ووزاره الداخليه. ايوه بس هو احنا بنتكلم هنا على التفاوض يا سياده سفير عشان بس نكون دقيقين. يا حضرتك ما يعني مش عايزين، بس احنا عندنا هدف عايزين نحققه. طيب. عندنا هدف عايزين نحققه. طيب. وانا بأكد لحضرتك ثالث مره ان ما دام بنقول الخيارات كلها مطروحه مفتوحه احنا ما بنوقفش عند بديل معين. طب اي متى ينتهي خيار التفاوض او متى نبدا في التفكير في الخيارات المفتوحه الاخرى بما فيها العمليه العسكريه؟ والله حضرتك الامر لا يستطيع لا يقبل احد ولا يقبل الراي العام ان يظل هذا الامر مفتوحا الى ما شاء الله. بالتأكيد إذا لم يحدث أي نوع من أنواع التطور وأي نوع من أنواع الانفراج اللي احنا بنأملها حفاظا على أرواح الجميع، يبقى بالتالي مش هيكون في بديل آخر غير أن يكون في الخيار العسكري. خلال قد إيه يا سيادة سفير؟ لا أنا ما هذا أمر طبعا. طيب. أنا لا أستطيع أن أقول لك خلال ساعتين ثلاثة أو عشرة. مفهوم. حضرتك قلت لي أن البيان هيتضمن الجهود التي تقوم بها الرئاسة في هذا الأمر، هيتضمن إيه تاني يا سيادة سفير البيان لو سمحت؟ يعني أول حاجة احنا عايزين نأكد عليها إنه مفيش اختلاف ولا في تباين في الرؤى وفي المواقف. نعم. ما تتحدثت به وسائل الإعلام على مدار اليوم هذا خطأ وهذا غير صحيح وهذا غير دقيق. مواقف الرؤى، المواقف والرؤى ما بين الجهات المعنية متطابقة. تمام. ده أول حاجة. وده اللي هيركز عليه البيان اللي هيطلع كمان شوية. ثم الجهود المبذولة؟ بالنسبة للجهود، طبعا الجهود أساسا بتصب في هدف واحد. سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين. طيب.
ثم أن كل الخيارات مفتوحة. ودي اللي بأكد عليها بقى، يعني ده سبب مداخلتي مع حضرتك. شكرا. لا لا طبعا، لا دي جملة مهمة جدا. طيب كان في اعتراض، وده سؤال الأخير، كان في يعني عدد من الاعتراضات على جملة وردت في بيانكم يوم الخميس 16 مايو بالجملة اللي بتقول: وقد وجه السيد رئيس الجمهورية باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المختطفين والحرص على المحافظة على أرواح الجميع سواء المختطفين أو الخاطفين. يعني البعض شاف انه التوازي بين الخاطف والمختطف هنا ربما لم يكن، يعني مش عايز اقول لائقا، ولكن ليس مجاله يعني عندما يختطف. لا لك انا هقول لك على حاجه. هذه العباره اللي حضرتك اشرت اليها يعني حدث الكثير من التعليقات عليها، وهي اتصور لم يتم يعني تلقيها بالشكل اللي احنا كنا عايزين ان احنا انه في او نرسله. انه طبعا الحفاظ على كافه الارواح ده امر مهم، وده امر كلنا احنا بنتطلع اليه، مش عايزين اراقة الدماء، واحنا مش عايزين حد يدار، لكن طبعا بكل الاحوال لا يمكن وباي حال المساومه بين الخاطف والمختطف. اذا كان هذا ورد، هذا المعنى ورد او تلقاه البعض، ان احنا لا المختطف المختطف الخاطفين ان في لا دي عمليه اجراميه. يعني ربما تشعر ان الجمله ما كانتش مظبوطه قوي بعد اذن حضرتك. لا هو مش ما كانتش مظبوطه، هو تلقيها ما كانش دقيق. ما هي يعني اصل هما جنب بعض، انت عارف اودي زي انا مش بناقش حضرتك في ان هو قد تكون اسيء فهمها، لكن المقصود بها انا شرحت لحضرتك. طيب وتؤكد لي انه لا مساومه، بمعنى انه لا يتم الان التفكير في مخرج قانوني لهؤلاء الذين يقضون عقوبه بسبب ما ارتكبوه او بسبب ما حكمت به المحكمه من الاعتداء على قسم تاني عريش. هل هناك مساومه؟ الخص مداخلتي مع حضرتك: لا مساومه ولا تفاوض مع مجرم. بشكرك سيد سفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. إذن قال أنه لا مساومة لا تفاوض، كل الخيارات مفتوحة، أن ربما جملة المختطفين أو الخاطفين لم تؤخذ بالشكل اللي قصدته الرئاسة. أهم حاجة طبعا أن كل الخيارات مفتوحة، وأن هناك تطابق ما بين ما تراه الرئاسة وبين ما يراه الدفاع وكل الجهات الرسمية في الدولة. هناك تطابق في الأفكار ولا تباين بين الأفكار، ربما اختلفنا بس أنا وسيد سفير في فكرة الاتصال مع محافظ شمال سيناء، وبيقول أن الرئاسة لا تتفاوض، وأنا بقول أن الرئاسة وجهت السيد المحافظ بالتفاوض. سيد سفير بيرى أن دي متابعة وليست تفويضا. ده الخلاف اللي بيننا، متابعة وليس تفويض. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه قضيتنا الأهم، جنودنا السبعة في المختطفين في سيناء.